وضع الناس صعب، الناس مفلسة على الحديدة. كيف وضعك مع الكلاب؟ قصدي بدنا نخطف كلاب، كلاب الأجانب. وشو هالفكرة الجهنمية يا معلم؟ ما الشوارع مليانة كلاب، شو بدنا نسرق كلاب يعني؟ لا، مش بحطوا على العمدان في مكافأة للي بلاكب الكلب سوسو وجيمي وهالشلة؟ وإله مكافأة 100 دولار ولا 1000 دولار؟ آه. بنصير إحنا ناخذ الكلب ونكله ما ينالكنا وإحنا بناخذ المكافأة. والله خطة جهنمية يا معلم. صدقني إنك جبتها يا معلم. دريل، تحكيش للناس إنك شفت وجهي. زلمي عيب علي، عارف في البلد مين أنت ولا إذا حدا سائل عنك. تحكي لهم شو لون عيوني. خلي الباب فاتح. جيبه، روح جيبه. انت جيبه انت، لك نادي عليه. سيمو سيمو، تعال تعال. طعميه يا زلمة، طعميه طعميه. لحمي هني لحمي يا اخوي، احنا معنا مصاري نشتري لحمي، جبت له خبز مبلول. جايب له خبز؟ شايفه ديك بدك ترمي له خبز يا زلمة؟ سيمو تعال تعال حبيبي، تعال. سهيل سهيل، تعال سهيل سهيل، تعال ناخذك مشوار. تعال شوي 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 عليه، شوي شوي شوي، بلاش اوعى فيكو. تعال تعال تعال، خذوا جوا السياره. هاتوا خلص خلص، روحوا روحوا، انا باجي مواصلات. في حدا وراي؟ فيش يا معلم. في كلب جوا، اكسر الباب. تعالوا، ما شفتوش الاسد اللي جوا؟ كلاب بشوف وجهي، بصير معروف بين الحيوانات. بعدين بعدين معلم، كل البلد بتعرف وجهك. لف عاد، انا كنت مفكر بس بعيد الامه لف وجهي، بس عشانك جبتوا الارقام تعون الاعلانات. نزلنا معلم هيو، وهذا الولف يشوف وجهي يا زلمه. يا زلمه معلم، بس خلصنا. اتصل لي عليزا. عليزا ايه ايه، بشوف وجهي يا زلمه. مجنون انت؟ صوت صوت يا معلم، صوت. الو، مرحبا مدام ليزا، انا سوسن. انا سوسن، لقينا الكلب تاعكم. ايوه جيمي، جيمي جيني اللي هو لقيناه مدام. اه لقيناه، لا صحته أحسن من صحتي. آه لا، بدنا نجيب لك إياه، بس أنا ما بقدر، أنا نفاس. بدي أبعت أخوك، أخوي أخوي، بقولها أخوك. أخوي أخوي دريل يجيب لك إياه. لا ما بدنا مصاري منك، لا لا ما بدنا إشي، لا بدناش 1000 دولار. طيب خلص أعطيه 1500، مش مشكلة. معلم هي خطفنا كل كلاب الدبلوماسيين، يعني بغيت عينة منهم يا معلم. اسمع بس، لسه المصاري ما مش ظابط ولا اشي، وهيهم خطفوا واخذوا ساعة المي.